شكرا نهاد، برحب بحضراتكم من جديد. والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأخبار. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من يناير لعام 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، المصالح الحكومية، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، شركات القطاع العام، وشركات القطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص. بمناسبة عيد ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 من يناير لعام 2023. وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير الموافق 25 من يناير لعام 2023. يشارك المستشار حمادة الصاوي النائب العام في مؤتمر النيابة العامة الأردنية الأول بشأن العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة الذي تنطلق فعالياته اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى 21 من شهر يناير الجاري، وذلك بمشاركة عدد من النواب العموم لبعض النيابات العامة بالدول العربية وما يزيد عن 200 مشارك من النيابات العامة العربية والقضاء والمحامين والخبراء العرب والأجانب. تواصل وزارة الصحة والسكان اليوم إطلاق 11 قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، وذلك لتقديم الخدمات الأساسية كافة للمواطنين والتي على رأسها الخدمات الصحية. وأوضحت وزارة الصحة أن القافلة ستكون للكشف والعلاج مجانا على الحالات كافة. ودوليا، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دورمونان حشد أكثر من 10,000 عنصر أمن من الشرطة والدرك، بينهم 3,500 في العاصمة الفرنسية باريس اليوم بسبب الإضرابات والمظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. ومن المقرر أن يتظاهر ما بين 550 و 750 مواطن فرنسي احتجاجا على خطة الحكومة الفرنسية لتعديل قانون التقاعد ورفع سنه من 62 إلى 64 عاما. ورياضيا، تقام اليوم ثلاث مباريات في إطار منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي في تمام الساعة 3:45 عصرا فريق المقاولون العرب مع منافسي فريق أسوان، فيما يواجه فريق الاتحاد السكندري منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة 5:00 مساء، فيما تختتم مباريات الدوري اليوم بمواجهة فريقي بيراميدز وفاركو، وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء. وأخيرا، يلتقي اليوم منتخب مصر مع منتخب بلجيكا في تمام الساعة 4:30 مساء في بطولة كأس العالم لكرة اليد لعام 2023. وكان قد تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى الدور الرئيسي في البطولة بعدما حقق العلامة الكاملة بفوزه على كرواتيا والمغرب وأمريكا. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد إن شاء الله في مباراة اليوم وفي البطولة بشكل عام. بشكر حضراتكم على كرم المتابعة. دلوقتي هنروح مرة تانية لزميلتي نهاد سمير لاستكمال فقرات صباح البلد.